السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا يا طلبة الكرام. في هذا الفيديو سأتكلم عن تسجيلات بكالوريا 2022 أحرار، لأن النظام تستكلف بهم الثانوية. قبل ما أنه نبدأ، هو أنه من أجل التواصل معايا، هو أنه نخلي لكم الرابط أسفل التعليقات المتعلق بلانستاتيا. فيما يخص الأمر اللي حبيت نتكلم عليه فيما يخص تسجيلات بكالوريا 2022، هو أنه الموقع سيغلق اليوم. اللي مازال ما سجلش أنه يزرب يسجل، لأنه الموقع سيغلق اليوم على 12 تاع الليل، أنه يغلق آخر أجل 23 ديسمبر. فبالتالي الفترة امتدت من 28 نوفمبر إلى غاية 23 ديسمبر. يتم إعادة فتح الموقع من جديد، ولكن الفتح الموقع ليس من أجل التسجيل، وإنما من أجل أنك تفيري في معلوماتك اللي حطيتها. إذا لقيت أنت خطأ، تروح لمديرية التربية أو أنك تروح للثانوية اللي وضعت فيها أول مرة الملف، تروح لهم تقول لهم باللي راني لقيت خطأ صلحوه. هذا ما كان تاريخ يعني إجراء التربية البدنية، هو أنه من 8 ماي إلى غاية 19 ماي. تاريخ استخراج استدعاء التربية البدنية سيكون 17 أفريل، يعني 17 أفريل اللي معنيين بالرياضة أنه 17 أفريل يروحوا يخرجوا الاستدعاء تاعهم المتعلق بالسبور. أما اللي مدير إعفاء هو باين مدير إعفاء. تاريخ يعني الإجراء هو 8 ماي إلى غاية 19 ماي، وبالتالي استحظوا بالرقم السري وأيضا اسم المستخدم، هذاك وصل الاستلام، لأنه بعدها ستقومون باستخراج استدعاء البكالوريا المتعلق يعني الامتحانات الكتابية. موعد البكالوريا لم يحدد بعد، وإن شاء الله تعالى سيتم نشر التاريخ المتعلق بإجراء بكالوريا 2022 في 22 مارس هكذاك، أن الوزارة رايحة أن تلونسي لكم وقتها تعقبوا الباك. أتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء. وقبل ما أن نحبس الفيديو، هو انه البكالوريا ممكن انه تندير في الدوز، ممكن انه تندير في الديزناف، وممكن انه تندير في الفنسيس، ولكن الفنسيس لا اظن. هنالك خيارين من وزارة التربية الوطنية، يا الدوز يا الديزناف. والى اللقاء.